السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه سينكود.اي ده بيساعدك في كتابة المحتوى، يعني عايز تكتب مقالة، عايز تنشر حاجة، عايز تعمل وصف للفيديو، عايز تحط حاجة للبوست مثلا على لينكد ان، تيك توك جنريتور مثلا. انا ما بحبش تيك توك بس التجربة كده يعني. تمام، بيقول لك ايه عايز تتكلم عن ايه. تمام، وليكن مثلا عن سمارت هوم. تمام، عايز كم كلمة، عايز كم حاجة. طيب خلاص قول له جنريت. خلي بالك انت ليك 3000 كلمة ببلاش وبعد كده يبدأ تشتري. تمام، ممكن تقول له توبيك ايديا، ممكن تقول له انا عايز ديسكريبشن، وهكذا. فمن خلال الذكاء الاصطناعي يبدأ يولد لك المحتوى اللي انت عايز تنشره. العداد بيعد عليه. طيب ممكن اقول له انا عايز الداشبورد الرئيسية. ممكن بقى تقول له خلي بالك الناتج بيختلف كل مرة بتعمله، بيختلف حسب مثلا كوبي رايت. ممكن نقول له انا عايز مثلا حاجات للمحرك البحث، حاجات ايدوكيشنال، اكتب لي زي باراجراف او قصه بالانجليزي. عايز العنوان الرئيسي ايه مثلا، وليكن ايجيبت، عن ايه، ترافل انتو ايجيبت. تمام، قول له جنريت. هو عمل حسابه ان الموضوع دسم شوية، هياخد ما يقارب من 500 كلمة. بيعمل لك قصة خاصة بيك. فعملها لك بالشكل دوت. ممكن بس تستفاد منها في طبعا برامج بتاخد الكلام دوت وممكن تعمل لك فيديو زي ما شفنا قبل كده. ممكن تعمله زي في الوورد بريس مثلا، بحيث تظهر في محركات البحث وهكذا. طيب دي الحاجات اللي احنا عملناها. تمام، طيب generate result filling from left generate. الجميل ان هو كمان ممكن يكتب لك ايميلات. تمام، ممكن يرد لك على الايميلات، تدي له ايميل تقول له رد. طيب هنا تكوين صور بقى، انت مثلا تشوف ايه الصوره اللي انت عايزها هو يبدا يعملها لك. وليكن مثلا ان انت بتدور على كات سويمنج وتقول له جنريت، فعمل الصورة دي. ممكن تقول له في أي لحظة أنا عايز صورة تانية، عايز تعمل لي 4 صور مرة واحدة، الستايل اللي أنا عايزه، تبدأ تختار الستايل اللي أنت عايزه. خليه يكون الصورة دي وبعد كده نقول له جنريت، فيعمل لك 4 صور، وأي صورة فيهم تعجبك ممكن تكبرها وتبدأ تشتغل عليها. هنا السايز اللي أنت عايزه. هنا انت تشتغل بالديل اي. ممكن تقول له لا انا عايز اوبن جورني، 4 صور، التايب اوف ايمج، فيبدا يكون لك الصور بالشكل ده. هنا الدوكومنت اديتور، لو عندك اي ملف ممكن ان انت ترفعه وتبدا ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يعدل لك عليه. ممكن تقول له رايت ويز اي اي، انت عايز تتكلم عن ايه. عايزين نتكلم مثلا عن search for jobs وتدوس انتر، هو بقى يعمل لك الموضوع. عجبك الكلام كنت تقول له insert first او insert last او escort وهكذا.
تمام، ممكن تعمل تاخد الجزء اللي انت عايزه، ممكن تعمل شات بقى مع مارف وهو بيتكامل مع شات جي بي تي، فممكن تقول له مثلا خلينا نتكلم بقى بالعربي، ما هي أقدم الحضارات؟ هو بقى بيبدأ يكتب عن أهم الحضارات. ده مثلا مثال إن بدل ما تدور على النت في حاجات كتيرة، لأ أنت بتديله وهو يبدأ إن هو يحاول يجاوب. شات جي بي تي 4، تعالى نسأله ونشوف هل الإجابة تختلف ولا لأ. هي نفس الإجابة. طيب خلينا نسأله مثلا ما أفضل الأطعمة الصحية؟ أنا بس بلاحظ إن لما بختار جي بي تي 4 بياخد وقت شوية، فعمل الإجابة كويسة. تمام، طيب ممكن نجرب بقى نقول له include latest Google data. فبيزود ان هو بيعتمد على يعني مبقاش محدود بالفترة لحد 2021، بياخد شوية معلومات كمان.